السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثار شريط فيديو مصور بمركش جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله شابان وهما يتلاعبان بشخص من الطبقة الهشة، حيث أوهماه بأنهما سيمنحان مبلغا ماليا صدقة مبعوثة من لدى أحد المحسنين، قبل أن يتضح أنهما بصدد الاستهزاء به فقط. ويوثق مقطع الفيديو المصور لحظة قيام أحد المتورطين بعرض مبلغ مالي بقيمة 1400 درهم على مواطن من الطبقة الهشة من أجل مساعدته، ليتبين بعد ذلك أنه وصديقه مصور الفيديو كان لهما غرض آخر، إلا وهو الاستهزاء بالرجل واستغلال احتياجه للمال. وحسب مصدر أخبار العالم، فالرجل الذي تعرض للإهانة هو مواطن بسيط يعيش بمفرده بجنان العافية بالمدينة الحمراء، ليست له عائلة ولا يقوى على العمل نظرا لظروفه الصحية. وأثار هذا الشريط جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتفاعل معه عدد كبير من المواطنين، معبرين عن غضبهم من تصرف الشابين ومطالبين بإدانتهما بتهم التشهير والإهانة وإلى سب والقذف. هذا وقد عمل رواد على نشر صور الشابين حتى تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهما، مطالبين بتدخل إدارة الفندق الذي يشتغل فيه أحد المتورطين والذي جرى تصوير الفيديو أمامه.